في هذه الساعه هو الراجل المناسب في المكان المناسب، والاوراش اللي عندهم مراحل كاع احترمناهم كمكتب تنفيذي وراء الرئيس ديالنا. الجمعه من اليوم كان جمعه من المحاسبه، وحنا حطوا التقرير الادبي والتقرير المالي تصادف عليه بالاجماع، وباقي حنا غاديين تنبنيو، والبني بدا يبان في الفروق النسويه في الفوتسال، في البيت سوكر نتمنى يكون فيه التوفيق، في الفئات الصغرى الخدمه بدات تبان شويه بشويه. تنطلبوا من المغاربه يجيو بكثره يساندوا الفريق الوطني في ملعب مولاي عبد الله لو 2 جويي باش يساندوا الفريق الوطني لإينات، باش يمشيو ابعد ما يمكن ويتاهلوا لكاس العالم اللي غيكون في الاسترالي. هذا هو السي فوزي القجاع، تيحط مشاريع وتيتقادوا تدريجيا بين الخدمه على ارض الواقع. من بين المشاريع يعني اللي طالب السي فوزي القجاع هو تحسين المردوديه ديال الحكم التحكيم في المغرب، وحتى هو غنديروا كمشروع وغنقادوه وغنحطوا الاقتراحات وغنصادقوا عليه وغنخدموه، ما تخافوش غنخدموه، باسكو هو التحكيم خاصو يبدا من القاعده، كيفاش كونتي الحكم ملي كان صغير باش يولي حكم دولي ولا حكم وطني اللي تنتسناو منه المردوديه والامان. شكرا.